Thank you.
الروندة الثالثة، خاطر احنا كانت عندنا الروندة الأولى والروندة الثانية من 2015. كل ما يتعاود تجبد الحديث على المشروع قانون المصالحة، مانيش مسامح تعاود تلم العباد اللي مساندين للحملة ومتبنين شعارها المركزي اللي هو ما يتعداش اسقاط نعم لاسقاط مشروع قانون المصالحة. وعملنا ابيل العباد كلها تشوف شنو هي أهم المطالب المرفوعة. يعني تو في مجلس النواب هناك اتجاه نحو تمرير القانون والمصادقة عليه، خاصة وأن هذا القانون يحظى يعني بقبول لدى أهم كتلتين في المجلس، حركة النهضة وحزب نداء تونس. لهذه الحملات الشبابية وأحزاب المعارضة، كيف يمكن أن تمنع المصادقة على هذا القانون ومروره في مجلس النواب؟ قاعدين نمشيو أول حاجة في الرفض في الشارع، هذا لأنه شارع محرك مركزي للاحتجاج. وعنا النواب قاعدين نحكيو ونسقوا مع المنظمات وسيرتو الاحزاب اللي عندهم تمثيليات في مجلس النواب، قاعدين نحكيو باش نرفعوا عريضه لرفض المشروع هذه النسخه في نسخته هذه. وعنا عريضه قاعده تدور وصلت 80,000 امضاء، يعني بين في العامين اللي تعداو هذوما الكل، وباش نصبوها في المجلس. توضيح بالنسبة للساده المشاهدين، يعني ما هي النقاط التي تعترضون عليها في هذا القانون؟ لماذا ترفضون هذا القانون؟ في حين أن هناك وجهة نظر أخرى تعتبر أن هذا القانون قد يمثل فرصة لمداخيل جديدة وإضافية لخزينة الدولة من خلال ما سيقدمه مثلا هؤلاء رجال أعمال المتورطون في قضايا فساد أو مسؤولي النظام السابق. المشروع هذا نجم نقول لك في كلمتين بساط، المشروع هذا هو مشروع طبيب الفساد والفاسدين. إذا أنت اليوم تجيب رجال أعمال وباش تصالحهم من غير حتى ضريبة، من غير كي تجي تقرا انت اصلا هو مفضوح القانون، كي تقراه يلزمك تقرا القانون وتفهم واضح جدا انه هو الاعفاءات باش تصير لرجال الاعمال اللي متورطين مع كما كنت تحكي لي انت على الكتلتين النداء والنهضه، هما حابين يسامحوهم. الشعب يرفض انه على القليله احنا جينا قلنا رانا مانيش باش نحاسبوا، مانيش باش نصالحوا الا ما تصير محاسبه. المحاسبه في ابسط تجلياتها ما صارتش. كيفاش انت تخرق مسار كامل العداله الانتقاليه وتجي للمرحله الاخرى نتاعو اللي هي المصالحه وتقول كفى على المسلمين شر القتال؟ يعني ما يجيش هكا. بالنسبه للمتهمين في قضايا الفساد مثلا، هل يمكن ان يقدموا يعني ضرائب ومبالغ ماليه معينه فيما يتعلق بشبهات الفساد التي حامت حولهم مقابل المصالحه ويعني استئناف نشاطهم الاقتصادي داخل تونس، قد يكون دافع لتحريك الاقتصاد التونسي في نفس الوقت؟ لا بالعكس، بنود المشروع توا ما نجمش نحكي لك عليهم، اما ما يتخللهمش حتى شرط انه المطالبين باسترجاع الاموال من رؤوس الاموال الفاسدين، والاداريين كذلك اللي عاونوا في مناقصات تخالف القانون او صار تهريب الاموال. هذا الكل ما جاش في القانون، يعني النسخه هذه نسخه باطله. لاحظنا الان يعني في المسيرات معظم تحركاتي تحركات شبابيه بالاساس، اين اهم الاحزاب؟ اين اهم القوى السياسيه؟ اين اهم منظمات المجتمع المدني في خلال هذه المسيرات؟ المسيره اليوم مسيره نسقنا مع الاحزاب، نسقنا مع المنظمات، واللي تشوف فيهم هذوما باختلاف الاطياف يعني سياسيه. فما الشباب الغير متحزب اللي هو انخرط ضمنيا في حمله مانيش مسامح، شباب الاحزاب اللي جاي تحت رايه مانيش مسامح، الحمله الشبابيه اللي لمدت كل من يرفض قانون مشروع المصالحه هذا مشروع. شكرا لك على هذه المداخله. ما يتعداش، 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 ما
علاش اليوم تتشارك في المسيره هذه؟ يعني شنو اهم المطالب الشبابيه اليوم في هذه المسيره؟ يعني نعم، شنو اهم مطالب الشباب في هذه المسيره الرافضه يعني الفساد؟ ما نسامحوش السرق ونحاسبوا الفاسدين الكل في البلاد ونجبدوا ملفات الفساد ونزيو معناتها من الكذب وتمسكي على الشعب الزوالي ذايا اللي انتخبكم واللي واللي اختاركم باش تحكموا البلاد هذايا. نحن طردنا طرابلسية، ما نحبوش طرابلسية جدد في البلاد يطلعوا لنا. نداء تونس كالنهضة كلهم كيف كيف يحبوا يدمروا الثورة ويحبوا يدفنوا دماء الشهداء اللي ماتت. شكرا لك على هذه المشاركة معنا. نواصل مشاهدينا الكرام في محاولة لأخذ آراء عدد من المشاركين في هذه المسيرة الرافضة لقانون المصالحة الذي سيقع تمريره خلال الأيام القادمة في مجلس النواب، وعرض على المصادقة من أجل يعني إعفاء عدد من المتهمين في قضايا الفساد زمن النظام السابق، المسؤولين ورجال أعمال. Yes!
ونقول لهم وليد دهمان شكرا من جديد يعني انكم
في عمق المشروع من حيث الإقلاليات القانونية ومن حيث الأبعاد السياسية. نقول لهم هذه هي أول مبادرة للرد على أشكال على محاولتكم الالتفاف على خطها الدوري. هذا التحالف هو في مثابة الصفعة ولصناع الرأي السياسي، وأنه هؤلاء الشباب لهم القدرة وهم مركب ذات التحركات. انطلقنا اليوم في هذه المسيرة الرمزية في أقل ثلاثة أيام من الإعداد، ونعلم الحضور الكريم بأنه أكثر من جهة الآن في صدر شعبات بتحركات مباشرة. فتحية لأهالي كابل اللي مضوا شكون يهزها هيك؟